مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 12 يناير أعلنت قناة جي تي بي سي أن ميون من جي آيدل وبام بام من جوت 7، جوناثان وباتريشيا وهان هي جين وكود كونس سينضمون إلى البرنامج الواقعي الجديد سيبلينكس ريليشنشيبس كمقدمين. سيكون سيبلينكس ريليشنشيبس برنامج موعدة واقعي عائلي حيث يجتمع الأشقاء للبحث عن الحب. البرنامج من إنتاج لي جينجو التي أنتجت سابقا برنامج إكستشينج بعد انتقالها إلى جي تي بي سي. لأول مرة في برنامج واقعي للمواعدة يظهر الأشقاء كأعضاء في البرنامج، مما يثير فضول المشاهدين. بالإضافة إلى ذلك تنضم هان هي جين، كود كونس، ميون، بام بام، جوناثان وباتريشيا إلى مجموعة مقدمين الذين سيتدخلون بعمق في علاقات المشتركين. سيبقي المقدمون أعينهم مفتوحة ويبحثون عن الأشقاء الحقيقيين المختبئين بين المشتركين، بينما يهتفون بحماس لأولئك الذين ينطلقون للعثور على الحب. من المقرر أن يتم عرض Siblings Relationships في أوائل شهر مارس. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامي دا.